خلونا ننتقل لسباق الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة والمرشح عن الحزب الجمهوري وجو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي. النهاردة ترامب عقد مؤتمر انتخابي بولاية ميشيغان أكد فيه أنه يضع الولايات المتحدة الأمريكية أولا وأن منافسه بايدن سيفتح الحدود ويضحي بالأمريكيين في حروب خارجية. أيضا عقد ترامب مؤتمرا انتخابيا بولاية آيوا ومنافس بايدن عقد هو مؤتمرا انتخابيا بولاية فيلادلفيا. شبكة NBC وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيتين كشفتا عن تقدم المرشح الديمقراطي بايدن على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الوطني. احنا معانا من ماريلاند كريم يسري. مساء الخير واهلا بك يا كريم. اهلا بك يا كريم. مساء الخير يا ريهام. اهلا وسهلا. ومعانا كمان مراسلنا من نيويورك ياسر نور الدين. اهلا بك يا ياسر. اهلا بحضرتك استاذه ريهام. اهلا وسهلا. وخلونا نبدا من ماريلاند وكريم يسري. كريم، كلمنا عن اخر مشاهداتك اليوم حول سباق الانتخابات الامريكيه بين ترامب وبايدن. لو هنتكلم يا ريهام على مستوى ولايه ماريلاند، ولايه ماريلاند عمليه التصويت المبكر فيها بدات يوم 26 اكتوبر وهتستمر لغايه بكره. لو كلمنا ان ماريلاند كمان ليست مهمه للغايه بالنسبه لدونالد ترامب لانها ولايه ديمقراطيه منذ عام 1992 لما فاز بيل كلينتون بالرئاسه الامريكيه، ومنذ العام ده ولايه ماريلاند بتؤيد الحزب الديمقراطي بشكل كبير ان كان على مستوى الانتخابات الرئاسيه او حتى المنتخبات المتعلقه بالكونجرس الامريكي ان كانت بمجلسي الشيوخ والنواب. هي بتمتلك 10 اعضاء بالنسبه للمجمع الانتخابي، المجمع الانتخابي اللي بيحدد من هو الرئيس الامريكي في نهايه عمليه الانتخابات، وبالتالي العشر أصوات بتذهب بشكل مباشر للحزب الديمقراطي، متوقع بشكل كبير أنها تذهب لجو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي هذا العام. لو اتكلمنا النهاردة رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وكان في أمطار برضو بشكل كبير يمكن منعت عدد من الناخبين بولاية ميريلاند من الإدلاء بأصواتهم، ولكن عملية التصويت المبكر شهدت إقبال كثيف من قبل الناخبين في الولاية وأيضا التصويت عبر البريد، ومتوقع أن توصل الأرقام لمستوى قياسي في عملية الانتخابية بالنسبة لولاية ميريلاند. ولو اتكلمنا عن الإجراءات الخاصة بالسلامة، ولاية ميريلاند من أهم الولايات اللي بتتبع إجراءات السلامة بشكل كبير، هنلاقي إن المقرات الانتخابية زي المقر اللي موجود خلفي هو بيتبع إجراءات السلامة بشكل كبير، عشان كده ممكن الطوابير منذ الصباح ممكن تاخد وقت أطول لأن في مسافة آمنة بتكون موجودة، وأيضا بيمنع تماما دخول أي ناخب من غير قناع الوجه الخاص به. وفي واحدة من مدن ميريلاند تم القبض على رجل لأنه رفض ارتداء قناع الوجه الخاص به ودخل للمقر الانتخابي وقبضت عليه الشرطة لأن ده ممنوع في الولاية وفقا لقوانين الولاية المستحدثة بعد جائحة كورونا. لو اتكلمنا عن المشهد الانتخابي بشكل عام في الولايات المتحدة على مدار الفترة الحالية قبيل يومين تقريبا من العملية الانتخابية في 3 نوفمبر، هنقول إن كل الجميع يترقب النظريات والاستراتيجيات التي بتخرج عن الخبراء وشبكات الاستطلاعات الخاصة بالرأي. زي ما ذكرت فعلا بايدن متقدم بعشر نقط على دونالد ترامب، ولكن لو تحدثنا عن ان هناك نظرات بتقول هل سيسلم دونالد ترامب الرئاسة بشكل سلمي لو خسر الانتخابات في عملية التصويت المباشر، هل ايضا عملية الفرز هتاخد وقت اطول بكتير من يوم 3 نوفمبر، هل تمتد الايام او لاسابيع خاصة ان في حوالي 10 ولايات لا يمكن ان تحسم امرها يوم الانتخابات يوم 3 نوفمبر، عادة كانت النتائج بتخرج في فجر يوم 4 نوفمبر مع الساعات الاولى من 4 نوفمبر، لكن هذا العام سبع عملية تصويت عبر البريد واللي حظت بكثافة كبيرة جدا ممكن الامر ياخد وقت اطول. الولايات دي هي كاليفورنيا ونيويورك ومثلا زي مدينة واشنطن العاصمة، وبالتالي يعني ترقب بشكل كبير من الأمريكيين للأوضاع الحالية، خاصة ربما عدد محدود من المظاهرات خرجت في عدد من المدن، ربما يعني
نبهت أو نبأت بقد يحدث مظاهرات وقد تحدث أعمال شغب خلال عملية الانتخابية أو بعد يوم 3 نوفمبر، واحتياطات خدتها عدد من المدن الأمريكية أيضا. طب وفقا للتصورات والتوقعات عندك يا كريم، هل يعني بدأنا نقدر نقول أنه في كفة أحد من المرشحين مرجحة أكثر من الآخر؟ لو اتكلمنا عن الاستطلاعات الخاصة بآراء الناخبين في الولايات المتحدة، هنجد أن جو بايدن بيتقدم في معظمها، إن كانت في الولايات المترجحة أو إن كانت في الولايات الوطنية. لو اتكلمنا عن آخر استطلاع الرأي خرج، بيقول أن بايدن متقدم بعشر نقط على المستوى الوطني. لو اتكلمنا عن الولايات اللي متقدم فيها بايدن، هي معظمها الولايات المترجحة اللي بتحدد بشكل كبير مين حيفوز في الانتخابات الرئاسية خلال العام الحالي. أيضا لو اتكلمنا عن استطلاعات الرأي خاصة مش بس بأصوات الناخبين، ولكنها أيضا خاصة بأصوات أعضاء المجمع الانتخابي اللي فيه 538 عضو. الأصوات حاليا بيقال أو بيذكر في استطلاعات الرأي أن بايدن جمع حوالي 187 صوت بالمجمع الانتخابي مقابل 125 صوت فقط لدونالد ترامب. ونظرية أيضا خرجت بتقول أن ممكن يحصل تعادل في عدد الأصوات خلال نهاية عملية التصويت بالمجمع الانتخابي، واللي هيكون يوم 14 ديسمبر تحديدا آخر العام، بحيث لو دونالد ترامب كسب كل الولايات المتأرجحة عدا ولاية بنسلفانيا يكسبها جو بايدن، سيكون هناك تعادل بنسبة 269 صوت لجو بايدن و 269 صوت لدونالد ترامب. والحل هنا بيكون الأرقام، وبالتالي نظرات كبيرة. والحل هنا بيكون ايه يا كريم؟ هل اللجوء للمحكمة ولا بيكون ايه؟ بشكل كبير بيكون اللجوء عن طريق المحكمة العليا. يمكن احنا تابعنا على مدار الفترة الماضية دونالد ترامب كان حريص على وضع خطة بديلة بالنسبة لو تم اللجوء في النهاية للمحكمة العليا. لو اتكلمنا ان المحكمة العليا فيها حاليا 6 أعضاء من المحافظين، اخرهم القاضية المحافظة ايمي كوني باريت، موضع الخلاف ترامب في المحكمة العليا بعد وفاة ايمي روث. بالظبط، لأن حاليا المحكمة العليا بها 6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين، وعارفين المحافظين بيميلوا للجانب الجمهوري عكس الليبراليين بيميلوا للجانب الديمقراطي. ربما تصل الأمر في نهاية العملية الانتخابية للجوء للمحكمة العليا زي ما حصل سنة 2000 بين جورج دبليو بوش وبين ألغور، وتم الحكم لجورج دبليو بوش، خاصة إن عملية التصويت عبر بريد قد تؤيد بايدن بشكل كبير، ولكن التصويت يوم 3 نوفمبر قد يكون يؤيد ترامب بشكل كبير، لأن ترامب حط أنصاره على التصويت بشكل مباشر في عملية الاقتراع مباشرة، أو يوم 3 نوفمبر، أو عن طريق التصويت المبكر بالحضور لمقرات الانتخاب بعيدا عن التصويت العبري. طب شكل الصراع الانتخابي بين ترامب وبايدن في اللحظات الأخيرة ممكن نوصفه بإيه يا كريم؟ الحقيقة حصلت أنواع من الحوادث على مدار الفترة الماضية من أنصار الجانبين. لو اتكلمنا عن أنصار دونالد ترامب، امبارح اعترضوا حافلة خاصة بالحملة الانتخابية لجو بايدن بمدينة تكساس، كانت متوجهة لمدينة سان أنطونيو، كانت هتنظم فعالية في تلك المدينة تبع الحزب الديمقراطي وتبع الحملة الخاصة بجو بايدن. اعترضها عدد من السيارات الخاصة بأنصار دونالد ترامب، وتم تصوير الواقع بالفيديو، وتم الاتصال بالشرطة لمرافقتهم للمدينة، وتم إلغاء هذه الفعالية بالطبع بسبب التأخر. ولكن الأمر مثير للجدل إن دونالد ترامب غرد على تويتر بفيديو للواقع وكتب I love Texas أو أنا أحب تكساس، وبالتأكيد يعني أمر مثير غاية في جدل، لأن عدد كبير من الأمريكيين يتهمون هو بيحارض على العنف. أيضا بالنسبة لعملية التصويت عبر البريد، ولاية ويسكونسن شهدت حريق لواحد من الصناديق الخاصة بعملية التصويت عبر البريد. هي كل مقر انتخابي زي الخلفي بيكون أمامه صندوق بيتم وضع فيه المظاريف الخاصة بالناخبين. عملية التصويت عبر البريد شهدت ولاية ويسكونسن حريق لأحد الصناديق، ربما اعتراضا على عملية التصويت عبر البريد اللي حط دونالد ترامب أنصاره بشكل كبير على رفضها، وقال إن عملية التصويت عبر البريد ممكن يحصل فيها تزوير بشكل كبير.
تمام. طيب شكرا يا كريم.